هذه الأماكن عادة ما تعج بالزبائن قبل أيام العيد، لكنها خاوية إلا من عدد صغير منهم من يستطيع الشراء فقط. ضاعت بهجة العيد في اليمن، فالظروف الاقتصادية الصعبة جعلت اليمنيين يتخلون عن حلوى العيد أو ما يعرف بجعالة العيد، وهي أنواع وأصناف مختلفة من المكسرات تشمل الزبيبة واللوزة ولب القرع والفستق، إضافة إلى أنواع مختلفة من الشوكولاتة والمشروبات، لكنها الآن متكدسة في الأسواق، فشريحة عريضة ممن تجاهد شظف العيش أعادت تصنيف متطلباتها، وشراء الحلويات صار حاليا من الكماليات غير الضرورية لهم، أو هذا ما أجبروا على التفكير به. خبراء اقتصاديون يقدرون المتوسط السنوي لإنفاق اليمنيين على حاجيات العيد خلال الأعوام الماضية بنحو 8 مليارات ريال يمني سنويا، لكن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية أدت لتراجع في الإنفاق بنسبة تصل إلى 60% وفق الخبراء. العيد يفتقد لنكهته إذن في اليمن، كما هي حال الحياة الصعبة فيها، وحتى هذا التقليد الراسخ لدى اليمنيين في العيد حاصرته الأزمة الاقتصادية وهزمته أيضاً.